اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. راكم مثل احسن عالم اول التعلم على ايفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناه اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. طبعا يا شباب، اليوم موضوعنا عن طريقه استرجاع المبلغ. مثلا انت مشتري تطبيق وحاب تسترجع المبلغ، مثلا التطبيق ما عجبك وحاب تسترجع المبلغ. الطريقه جدا سهله، ما تتطلب منك وقت اصلا. فالطريقه هي كالتالي. قبل ان ابدا الطريقه راح اراويكم التطبيق اللي انا مشتري لنا. طبعا هو تطبيق جي تي اي اس اي، راح اراويكم اياه. نكتب هنا جي تي اي. اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون هذه جي تي اي اس اي عندي موجوده. فانا صراحه اشتريتها بس عشان اشوف هل فيها اونلاين. طلع ما فيها اونلاين صراحه، يعني ما استفدت منها شيء. اوكي، فانا راح استرجع المبلغ. طبعا لو تسترجع المبلغ ما راح يظهر لك المبلغ بحسابك. يعني شلون المبلغ بيسترجع؟ بس هني عند الرقم هذا كريدت 2. هاي عندي انا 2.07، هي اللعبه ب 6.99 مثلا. اوكي، اذا استرجعتها طبعا راح يصير مبلغ في حسابك، بس ما راح ينحط إياه الكريدت، انت ما راح تشوفه. بس تقدر تشتري بقيمة هذا التطبيق، بس ما راح يظهر عندك في الكريدت. فيلا شباب، خلونا ننتقل الى الشرح. طبعا تحتاج الى هذا الموقع اللي راح احط لكم الرابط في اسفل الفيديو. طبعا هذا موقع رسمي من شركة ابل، راح احط لكم الرابط ماله اسفل الفيديو. يقول لك هني تكتب الاي كلود او الابل اي دي مالك. فانا راح اكتب الابل اي دي مالي. شباب تضغط على السهم، راح اقول لك دخل الباسورد، تضغط على السهم مرة اخرى. على طول راح يجيك اشعار. طبعا انا مسجل الدخول من قبل، فاضغط على حفظ كلمة السر. هو راح يجيك اشعار السماح، تضغط على السماح راح يعطيك كود تحفظ الكود. وبعد ما تحفظ الكود تدخله في الموقع علشان يتأكد من ان جهازك او الابل اي دي مالك هذا هو حقيقي مو مسروق. اوكي يا شباب، الحين راح تطلع لك قائمة التطبيقات اللي انت مشترينها او محملينها مجانا. طبعا بعد ما يسترجع المبلغ راح يطلع لك على التطبيق ديفاوندد مثل هذا. طبعا انا رديت اشتريت التطبيق، احنا هذا هو التطبيق جي تي اس اف، رديت اشتريته مره ثانيه علشان اشرح لكم. طبعا تضغط على كلمه ريبورت بروبلم، تنتظر قليلا راح تنبثق لك هذه القائمه. تضغط عليها على الخيارات. طبعا هني بيعطيك كذا خيار مكتوب تشوز بروبلم. طبعا هذا معناتها اختار سبب يعني لاسترجاع المبلغ. ليش تبي تسترجع المبلغ؟ طبعا في كذا اسباب، مثلا I don't authorize this app، انا ما كان انا توقعت ان التطبيق شيء مو غير. I don't mean to purchase this item، يعني انا ما توقعت او انا ما كان قصدي ان اشتري هذا التطبيق او اللي داخل التطبيق شباب. ف هذا تضغط انسب واحدة هي don't mean to purchase this item. طبعا هني بيطلع لي describe the problem. انا راح اكتب مثلا، انت اللي بتكتبه اكتبه، بس انا تقريبا يعني ليش انا بكتب كذي، بكتب I don't، مثل ما تشوف بهالشكل I don't like this app مثلا، بهالشكل. اوكي، طبعا تتأكد من الكتابة هل سبيلينج صحيح. انا اتأكد I don't like this app. اوكي، تضغط على خيار submit هذا. اوكي الازرق، تضغط عليه. بعد ما تضغط عليه تنتظر قليلا، زين راح تطلع لك هذه القائمة. بيقول لك هني هل هذا، طبعا هاي قديم ما عليكم، انهم عليكم اللي فوق. طبعا يرجعون لك المبلغ حوالي الساعة او الساعتين او حتى بالدقائق على بس شباب اذا كان عندكم نت هذا يعني زين، تقدر تسوي هالخطوه ومن خلالها تقدر تسترجع التطبيق. فوصلنا للختام، لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامه.